إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيمة. رسالة الجامع، الجامع المسجد له رسالة متعددة الأبعاد، تتمثل أبعاد هذه الرسالة في خمسة. البعد الأول بعد أداء شكر، واجب الشكر لله جل جلاله ولكل من أسهم في بناء هذا المسجد الجامع، يتمثل البعد الأول من رسالة الجامع في البعد الإيماني التعبدي. فالإيمان جاءت به النبوات، جاءت به الرسالات. يكفي أن نذكر آية في كتاب الله العزيز في سورة الأنبياء الآية 25: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ونقرأ في سورة البقرة الآية 255 آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآية. ونقرأ في الآية التي تليها الآية 256: لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، النتيجة فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، حبل النجاة. ونقرأ في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد. إذن قضية الإيمان قضية أساس في حياة الناس، فالجامع يعمل على تمتين الإيمان في قلوب الناس صغاراً كباراً رجالاً نساء، فيتجمل الناس بهذا الإيمان في حياتهم الدنيوية تمهيداً للسعادة الأبدية في دار القرار. البعد التعبدي نربطه بالبعد الإيماني، لأن الإيمان لابد أن يترجم إلى عمل، لقوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم أن سر الحياة يكمن في عبادة الله عز وجل. الشاعر التائه يعبر عن حالة التيه والضياع التي يعيشها الإنسان بعيداً عن الإيمان، قال: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقاً فمشيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي، لست أدري أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود، هل أنا حر طليق أم أسير في قيود، لست أدري. حالة من التيه عبر عنها ويعيشها كل من ابتعد عن هذه الرحاب، ونسأل الله الهداية للجميع. ربنا قال في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال في سورة الأنبياء في شأن الأمة كأمة شاهدة على الناس، ربنا قال: لتكونوا شهداء على الناس، في الآية 92 من سورة الأنبياء: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون.
وتأتي آية مشابهة في سورة المؤمنون وأنا ربكم فاتقون، الآية 52 من سورة المؤمنون. ونقرأ أيضا في سورة الذاريات في الآية 56 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو البعد الإيماني الدعوي لرسالة الجامعة. البعد الثاني يتمثل في البعد التربوي، ما أحوجنا إلى التربية. فالجامعة يسهم جدا في زراعة القيم، في توجيه الناس، في تهذيب سلوك الناس، ألسنة الناس، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا البيان القرآني نقرأه نسمعه في بيوت الله في هذا الجامع المبارك. إذن الجامع له بعد تربوي. نبينا صلى الله عليه وسلم مدح بالأخلاق وهو دعانا إلى الأخلاق. قال ربنا في حقه وما أرسلناك إلى رحمة العالمين، هذه سورة الأنبياء الآية 7 بعد 100 الأولى، ثم قال بعد ذلك وإنك لعلى خلق عظيم. وهو صلى الله عليه وسلم قال لنا جميعا في السنة النبوية إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي حديث آخر خرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، مكارم الأخلاق صالح الأخلاق. وقال أيضا إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، يرتقي إلى هذه الدرجة العالية بحسن خلقه. ويقول أيضا في حديث آخر إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. إذن البعد التربوي لرسالة الجامع. البعد الثالث هو البعد الاجتماعي الإصلاحي من خلال زرع القيم، حراسة القيم، صلة الأرحام، زرع التكافل بين الناس، التكافل الاجتماعي بين الناس. كل ذلك دعا إليه القرآن الكريم من خلال ذلك البيان الذي تصدره مساجدنا وهذا الجامع المبارك في الصلوات من خلال تلاوة الآيات وفي الدروس والمواعظ المختلفة. فالبعد الاجتماعي واضح والبعد الإصلاحي واضح في رسالة الجامع. اللهم اغفر لي ولجميع إخواني، آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين. ثم يأتي البعد الرابع وهو البعد الدعوي. الدعوة إلى الله رسالة الجميع. نبينا صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. وربنا قال في سورة النحل في الآية 125 أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. رسمت هذه الآية منهج الدعوة إلى الله لتكون الدعوة فاعلة فعالة تستميل قلوب الناس إلى طريق الحق. والبعد الخامس والأخير هو البعد التعليمي. الجامع له دور تعليمي من خلال كما كان يفعل أجدادنا. أجدادنا درسوا علوم الدين، درسوا علوم الدنيا، الجوامع مفتوحة للعلوم. ربنا قال في أي القرآن اقرأ باسم ربك. المهم أن يكون العلم متصلا بالله، لأن العلم إذا اتصل بالله عمر، وإذا انفصل عن الله دمر. فالعلم عمار أو دمار، وجميع العلوم تسهم في تحقيق هذه المقاصد. لذلك اقتضت حكمة الله في أي القرآن أن يرشدنا إلى تحصيل العلوم والمعارف بلا حدود بلا سدود. ربنا قال سنريهم آياتنا في الآفاق. لا يخاطب علماء الفلك فقط،
أو علماء الجيولوجية أو البيولوجية أو الجغرافيا، جميع العلوم وبلا استثناء. وإذا قرأت على مسامعكم بعض الآيات تبرز هذا المعنى بوضوح. ربنا قال في سورة فصلت في الآية 53: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقال ربنا في سورة ياسين في الآية 36: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وقال في سورة الذاريات والسماء ذات الحبك الآية 7، وفي الآية 20: وفي الأرض آيات للموقنين، وفي الآية 21: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي الآية 22: وفي السماء رزقكم وما توعدون. آيات آيات كلها تدعو إلى تحفيز العقول، إلى تفتيق العقول من أجل التحصيل العلمي. وهذه رسالة الجامع، فالجامع له دور تعليمي كبير، فضلاً عن تدريسه لعلم الشريعة كما قلت، لعلم الشريعة كما قلت، كما فعل أجدادنا. أجدادنا درسوا الفقه، درسوا سيدي خليل، هذا الذي يعرفه الناس، سيدي خليل، وهو المختصر الفقهي للشيخ خليل، وهو سفر جليل من أسفار الفقه الإسلامي عموماً والفقه المالكي خصوصاً، متن ابن عاشر والرسالة لأبي زيد القيرواني والتمهيد للقطب الأندلسي الكبير ابن عبد البر القرطبي المالكي، كتب كثيرة جداً، المدونة، الموطأ، وهو أول كتاب جامع للسنة النبوية، خادم للسنة النبوية. ثم جاءت بعد ذلك كتب تترى تخدم ميراث النبوة. هكذا كان يفعل أجدادنا، هكذا كانوا يفعلون. نقرأ التاريخ قراءة اعتبار، ونجتهد جميعا في تفعيل رسالة الجامع ليؤدي الجامع رسالته في هذا المجتمع، في وطننا الكبير. أسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل سوء. اللهم احفظ بلادنا الجزائر من كل الفتن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اصطرنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك. اللهم زدنا إيمانا وتقوى ويقينا. اللهم زدنا ألفة وأخوة ومحبة وسعادة. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استوى واستقيم ورحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.